السلام عليكم ورحمة الله. أنا اليوم معكم مشان أقدم لكم طبق عربي معروف، هو الرز البازاليا. طبعاً رز البازاليا من وجبات رمضانية المعروفة عنا، اللي حنقدم قدامها السلطة بالحمض أو بالخل حسب ما بترغبوا. لنساوي رز البازاليا بداية لازم نجهز، طبعاً هو الأساس البازاليا تقريباً 400 جرام، الرز تقريباً 500 جرام، اللحمة كمان 400 جرام، وبنعتاز السمنة طبعاً 100 جرام، والفلفل الأسود بالنهاية منضيفه طبعاً أغراض السلطة معروفة البندورة، والخس، الخيار، الليمون والبقدونس. أول خطوة بنعملها هي سلق اللحم. اللحمة تبعنا لحنا منقلها راس العصفور هون بالشام. الخطوة الأولى أنه المفروض نفورها شوي، طبعاً مرحلة أولى بنغليها لنشيل منها الدم المتخسر الناتج عن اللحم. اللحمة تقريباً هلأ غليت. طبعاً في عدة طرق للرز البازاليا، إما منجهز الرز ومنضيف له البازاليا، أو أثناء الطبخ نحن منضيف البازاليا ومنغطي على الرز ومنخليه يتهدى الرز والبازاليا سوا. نحن بالمطاعم تختلف طريقتنا شوي عن طريقة البيت، منطبق الرز لوحده بالنهاية لما منحرك منضيف البازاليا عليه، منحركها مشان ناخذ الألوان المتكاملة تبعه ومنقدمها للزبون. طبعاً هلأ اللحمة تقريباً غليت، فينا نغسلها ونبتدي تطبيق الرز. اللحمة تقريباً صارت جاهزة، منضيفها. كمان بنكون مجهزين طنجرة مي غليانة منضيفها عليها. اللحمة هلأ صارت على النار. طبعاً اللحمة بتاخد وقت منيح بالطبخ، بين الساعة والساعة وربع بنرجع بنذكر إنه حسب حجم اللحمة الموجودة عنا، إذا كانت لحمة بعظمه طبعاً بتاخد وقت أكبر بالسلق. أول خطوة بنعملها هلأ إنه ناخذ أساس اللحمة الناتج طبعاً اللي كان هو مي وضفنا له اللحمة، صار عنا لحنا إلا مرقة اللحمة نطبخ فيها تعطينا نكهة طيبة. نجيب مصفاية نصفي اللحم، نبلش نضيف كمية المرقة طبعاً 500 جرام عنا، بدون 750 كاسة مي أو الرز القصير. في معلومة خلينا نضيفها، الرز القصير كل كاسة رز عنا رز قصير تحتاج لكاسة مي، أما الرز الطويل اللي هو رز الكبسة أو المعروف بالسوق هو رز البسمتي، كل كاسة رز بتحتاج لكاسة ونص مي مشان يطلع معك رز رغيف وكل حبة بحبتها مثل ما بنقول وجاهز. ضفنا المي هلأ، بنرجع المواد اللي انسحبت بالخطأ للمي، منغطي، مننتظر اللحمة حتى تستوي. بهالوقتها بنكون طبقنا الرز وحضرناه، يكون استوى الرز واللحم سوا منقدمهم مع بعض. الرز هلأ المي عفوان، منضف له شوية ملح، شوية فلفل أسود خفيف مشان ما يظهر اللون بعد الطبخ، يعطينا لون معتم شوي للرز. خلينا تكون وجبتنا هيك منظرها حلو وشكلها جمالي ظريف. تقريبا لبينما تستوي مرقة اللحمة أو نصبة الرز اللي حطيناها، فينا نغسل الرز. طبعا غسيل الرز مثل ما تعودنا بشكل بسيط وسهل، بنحركه بهدوء لحتى ينضف معنا بالغسيل وصير ميته نقية وصافية. هذا الشيء بدل انه الرز انغسل وصار جاهز. طبعا عملية الغسل لازم ما تتجاوز اكثر من 3 دقائق او 4 دقائق بالكثير، ما نخلي الرز تبعنا يطول كثير بالمي مشان ما يكسر معنا اثناء الطبخ، يطلع منظره شوي مو جيد. صار الرز عنا جاهز، فينا نصفيه.
بنقرب الرز. طبعا هلا المي غليت، بنضيف اذا بتحبوا تطبخوا الرز بالزيت بيصير، بس هي الاكلات خصوصيا بالشام بيحبوا اهل الشام يطبخوها بالسمنه، واذا كان في سمنه بلدي كمان. بس هلا وقتنا بتقولوا للواحد سمنه بلدي يعمل لك هيك شوي. شو سمنه بلدي؟ لا، اهل اول كانوا ما يطبخوا الا بسمنه بلدي، مشان هيك كانت ما شاء الله جسسهم مثلي ظريفه. هذا دليل انه عم باكل سمنه بلدي. النصبه صارت جاهزه هلا، منضيف الرز عليها، منحركها بهدوء، منذكر انه فينا طبعا نضيف البازاليا هلا، فينا بعد ما يستوي الرز نضيف البازاليا مشان ناخذ الامان ثابته. نحن هلا رح نضيف البازاليا ونتبع طريقة ستات البيوت. طبعا الرزاليا مسلوقة بالبوقت ومحضرة، اخذة هاللون هذا، ما نطول عليها بالسلق مشان ما تعطينا اللون الاصفر. هيك تقريبا صرنا جاهزين. لبين ما يغلي الرز نبلش تحضير طبق السلطة. طبعا بداية بالسلطة المفروض نتخلي البندورة اسفل التقطيع. في طريقة هاي مشان نقيم راس البندورة، فينا نعمل هالشكل الزاوية هاد. هيك نكون خلصنا. طبعا السلطة بإمكانكم تقدموها خشنة، بإمكانكم تقدموها ناعمة، كيف بتحبوه. نحن هلا رح نساوي يعني الوسط، لا خشنة كتير ولا ناعمة كتير، بحيث إنه العالم كلها تتقبلها. طبعا هي البندوره تقطعت هلا، بنضيفها لوعاء، بعدين بنخلطها. اول خطوه انتهت. نبتدي هلا بالخيار. يفضل اذا كان عندنا خيار بلدي ظريف يفضل انه نخليه بقشره، رغبه للناس اللي احنا بنعمله مثل ما بيقول خط وخط، يعني بناخذ درب هيك ومنترك درب. نبتدي ناخذ الخيار بالمنظر هذا. تقطعت تماما، بلش ما منصغر ايدنا، خلينا على فرد سوية فرد تقطيع. الخيارة صارت جاهزة. طبعا الكميات المفروض تكون متساوية. بهالوقت الرز غلى، مفروض انه نغطيه ونهدي عليه النار مدة 30 دقيقة تقريبا قبل بعد ما بيأثر حسب استواء الرز. بناخذ الخس. طبعا الخس اللي احنا غسلناه قبل بوقت وفينا نغسله مرة ثانية هلا قدامكم، نتأكد من نظافته تماما. طبعا اللي احنا غاسلينه عرق عرق وجاهز تماما للتقطيع. صفيه منيح وبنبتدي نقطع. طبعا بنضبهم شوي على بعض، بنهديهم بايدنا، بنبتدي بالسكين من البدايه بهالشكل هذا، تراجعوا لورا بحيث انه ما نضرب ايدنا لا سمح الله. نبرم شوي كمان برمة بسيطة بحيث انه نضب العروق على بعضها اثناء التقطيع. طبعا هذا الطبق موجود بمطاعمنا، عندنا مطعم أو مطاعمنا، مطعمنا الموجود بلندن، مطعم أبو زاد، ومطعمنا الموجود هون بالشام، مطعم شام جريل. أقدم هذا الطبق تقريبا بشكل يومي، فيكن تجربوه وتذوقوا معنا. هلأ بدنا نعصر للليمونة. فين استخدم هالطريقة هي؟ نحط المصفاية مشان بزر الليمون،
نبلش عصير بهالشكل هذا، نعطيها قدر الكافي من الليمون، الليمون فيها صار كافي. فينا نحط رشة ملح ناعمة، إذا ما حبيتوا تقدموا السلطة بهالوقت هذا فيكن ما تحطوا ملح، تخلوا السلطة هيك على حالها، طبعا تقعد ساعة وساعتين داخل البراد ما بتتأثر ولا بتدبل نهائيا. نضيف الزيت البلدي، صارت تقريبا السلطة معنا جاهزة. منحركها، ناخذ الألوان، طبعا البقدونس رح ننساه، ضفنا البقدونس المفروم، نبلش نقلب، صارت السلطة جاهزة للتقديم. وهلأ بانتظار الرز ليستوي. تقريبا طبقنا صار جاهز، الرز استوى مثل ما شايفين، الألوان عديدة. فينا هلأ إذا حبيت نضيف الفلفل الأسود اللي كنا نوهنا عليه بالبداية إنه ما يعطينا منظر. منحرك، شايفين كل حبة بحبتها، والبازاليا بعدها خضراء. الرز استوى، فينا نضيفه للصحن تقديم. واللحمة كمان استويت، مضى عليها وقت منيح، نطفي عليها لبينما نصفيها. نبلش نسكب الرز بهالشكل هاد. طبعا عملية السكب هي عملية بديهية، بس نحاول احنا ننصح ستات البيوت انه ما يحركوا الرز كتير مشان ما يخبص معنا. نبتدي هلا نصفي اللحمة، طبعا مضى عليها ساعة وربع تقريبا. نبلش فينا نحط لحمة بعظمه، فينا نحط لحمة موزات. احنا اليوم اخترنا هاي اللحمة تكون شغلة بسيطة وما تكلفنا كتير بالمنازل. نوزع حبات اللحم داير من دار الطبق بالبداية. في بعض أشخاص بيحبوا يصفوا من فوق، صفينا من فوق يمكن اللحمة اللي عنا ما تكون كافية إنه نمدها على كامل الصحن. منبلش من تحت، إحنا بنعطي الكمية المناسبة، بعدين بنطلع لفوق بنصف القطع تبعنا حسب اللي بنحبه. مثل ما أنا شايفين تقريبا اللحمة توزعت، بنضيف عليه المكسرات تبعه، نحاول ندوكر صحن السلطة، نزرع له عرقين خس من زاوية، طبعا هذا الديكور. أي شخص فيه ساوي. نبلش طبعا بهالشكل هذا، نوزع حبات الليمون، نرجع ناخذ الطماطم او البندوره، اخواننا المصريين بيقولوا لها طماطم او قوطه بالمصري. نحن السوريين الى مسمى واحد عنا هي بندوره. هلا هيك صحننا صار جاهز للتقديم، اللي هو رز بالبازاليا مع اللحمة والسلطة اللي ساويناها وزيناها مثل ما كنتوا معي. اتمنى لكم وجبة شهية تنبسطوا فيها، تستفادوا من القيم الغذائية اللي فيها. كل عام انتم بخير، ونستناكم بحلقة جديدة، ودمتم لنا.